ونستمر في الحديث حول يوم الطبيب البحريني. يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور مهدي شويخ، عضو مجلس النواب. أهلا بك في نشرة الأخبار. سعادة النائب، لو نتحدث عن السبل التي تتخذها لجنة الخدمات بمجلس النواب في دعم مبادرات وخطط وبرامج الارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة، ماذا تحدثنا عن ذلك؟ أولا مسيش بالخير أختي سهير. في البداية أود أن أهنئ جميع الأطباء البحرينيين والمقيمين في البحرين بهذه المناسبة السعيدة، ونتوجه لهم بالشكر والتقدير والعرفان على جهودهم المتفالية في تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. طبعا تخصيص يوم للاحتفال بالطبيب البحريني يعكس التزام المملكة بتعزيز القطاع الصحي وتطويره. نقول لجميع أطباء البحرين، أنتم الأساس، أنتم الركيزة التي يعتمد عليها تعزيز صحة المجتمع وحفظ سلامة أفراده، وعنوانا لنهضة المملكة الصحية والتميز في المحافل العالمية. من هذا المنطلق أعطت لجنة الخدمات بمجلس النواب اهتماما كبيرا من أجل تطوير القطاع الصحي، واتخذت عدة إجراءات تدعم مبادرات وخطط الارتقاء بالقطاع الصحي. أهمها أول شيء أنها أقرت مشروع الضمان الصحي. طبعا كان في الفصل التشريعي السابق الهدف منه تقديم خدمات صحية عالية الجودة وعادلة وتنافسية. رقم 2، التعاون مع الجهات المعنية. عقدت لجنة الخدمات عدة اجتماعات في الأشهر السابقة والدور السابق متنوعة ومختلفة مع الجهات التنفيذية لمناقشة التحديات ووضع الحلول المناسبة لتطوير القطاع الصحي. ثالثا، سعت اللجنة إلى دعم توظيف الكوادر الطبية البحرينية في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. طبعا تقدمنا يعني مع بعض الإخوة النواب بمقترح في الدور السابق يشجع المؤسسات الطبية الخاصة بتوظيف الأطباء العاطلين على أن تقوم تمكين بتقديم دعم التدريب لمدة 4 سنوات يحصل فيها المتدرب على درجة أخصائي. طبعا هذا بيفيد المستشفيات الخاصة بحيث توفر لهم أطباء أخصائيين احنا نقول جاهزين. الحمد لله أن الحكومة الموقرة تجاوبت مع المقترح وتم تنفيذه. نعم. أيضا في الأمس، أمس كانت جلسة النواب، قدمت لجنة الخدمات مشروع القانون الذي يوصي بفرض نسبة بحرنة تبلغ 50% في المستشفيات في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص. نعم. يهدف إلى تعزيز توظيف المزيد من الأطباء البحرينيين ومشاركتهم في تقديم الخدمات الصحية، وقد تم إقراره من قبل مجلس النواب أمس في جلستنا. نعم. بالإجماع ورفع إلى مجلس الشورى لإقراره. نعم، إذن سعادة الدكتور مهدي الشويخ عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.